تخيل معايا كده، انت قاعد ولا بيك ولا عليك، وقيس فجأة جاي واحد يقول لك مبروك القمر الجديد. قمر جديد؟ ايوه القمر الجديد. انت قصدك على HO3 2016؟ مين؟ ومش قمر يعني، ده استرويد اصلا. لكن تعال نبدا من الاول وبعدين اطلع فوق شويه. انت ايه اللي جايبك هنا كل شويه في الفيديو؟ ده نسخه مني من عالم موازي بس جاي يحضر معايا الحلقه، انا مش فاهم ليه الصراحه. انزل لي بكلمه عاجل. بان ستارز، التلسكوب موجود على جبل في هاواي. هاواي؟ يا ما انت كريم يا رب. التلسكوب ده مكانه رائع، بعيد عن التلوث الضوئي تماما وبعيد عن التلوث المصانع، لان البلد دي ما فيهاش اي مصانع. التلسكوب ده بيعمل مسح دوري للسماء عشان يميز اي جسم متحرك او متغير ممكن ياثر على الارض في المستقبل. والجسم ده ممكن يكون كوكب، كويكب، مذنب. مهمته الاساسيه هو رصد الاجسام اللي ممكن تقرب من الارض او ممكن تهددها في المستقبل. اي حاجه بيرصدها بتتسجل ضمن برنامج اسمه NEO Near Earth Object Program. التلسكوب ده اكتشف ان في جسم بيدور حوالين الارض من حوالي 100 سنه. متخيل ان 100 سنة في الماضي في جسم بيدور حوالينا اصغر شوية من استاد القاهرة الدولي، يعني اصغر من قمرنا بحوالي 1800 مرة. يا فرج الله، الزهر لعب وبقى عندنا قمرين. دي اصلا مش اول مرة تحصل. سنة 1997 تم اكتشاف مذنب اسمه YN107-2003 بيدور حوالين الارض، واستمر يدور حوالين الارض لمدة 10 سنين كاملة من سنة 1997 لسنة 2006 لحد ما خرج عن مداره بره كوكب الارض، وهيرجع مرة تانية لكوكب الارض كمان 600 سنة من النهاردة. نرجع تاني ل HO3 2016. الاسترويد ده تم اكتشافه 27 ابريل 2016، بيبعد عن الارض 38 ضعف المسافة ما بين الارض والقمر. قطره المتوقع من 40 ل 90 متر. متوقع؟ ليه هما ما شافوش؟ فعلا لسه ما اتشافش لحد دلوقتي او ما تمش رؤيته ورصده بالكامل، لكن توقعناه حسابيا بسبب بعده عن الارض. طب ليه الناس مخبيه عينها لحد دلوقتي من 27 ابريل لحد النهارده عشان تقول لنا؟ يا ابني سيبك من نظريه المؤامره دي، هي في الحقيقه مش مخبيه ولا حاجه، بس كان لازم يتم رصد الاسترويد ده لفتره زمنيه محدده عشان نقدر نحدد مداره اللي طلع غريب شويه. الاسترويد ده طلع بيدور حوالين الشمس بطريقه ما. المدار ده مش على شكل قطعه ناقص ولكن على شكل لولبي، الارض هي محوره، يعني بيدور حوالين الارض. حابه يقرب من الارض لحد ما يوصل لمسافة 14 مليون كيلومتر، وحابة التانية يبعد عن الأرض لحد ما يوصل لمسافة 40 مليون كيلومتر. مداره ده مايل بحوالي 8 درجات، بيدور حوالين الشمس كل 365 يوم و93 من المية، وده أطول شوية من دوران الأرض حول الشمس اللي بيكون 365 يوم و25 من المية. يعني كمان 600 سنة من دلوقتي هيبقى عندنا 3 أقمار بيدوروا حوالين الأرض، HO3 2016 YN 103 2003، والقمر الاصلي بتاع الارض. وهو ده الخبر العاجل النهارده. ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للشانل عشان توصلك كل الفيديوهات الجايه، واشوفكم الحلقه الجايه مع حته جديده في السماء. الحلقه الجايه هقول لكم عن سر النسخه الثانيه مني اللي فوق دي، وهتعرفوا هو جاي منين اصلا. انتظرونا.